الهايبرتنشن 30 سنة ودون، والهايبرتنشن سكندري يكون إما رينال ريليتد أو درج ريليتد أو بريجننسي ريليتد، then it common. Otherwise تكون هي هايبرتنشن essential أو primary، وتكون معظمها تكون بها family history positive. هاي المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة، القياسات والستيجز والديجريز مالت الهايبرتنشن موجودة بالمحاضرة، بس المهم severe hypertension ينقسم قسمين، قسم يسمونه malignant hypertension وقسم يسمونه severe chronic uncontrolled hypertension. كانت malignant hypertension فهو يكون severe، ولكن acute increase اللي سوى هذا malignant hypertension اللي يكون severe hypertension زائدا papilledema. then papilledema papilledema يحتاج ارثروسكوب، بشكل عام ما موجود، لذلك نشوف اذا كان repeated vomiting او headache، خصوصا early morning headache او headache during sleep، قاعدك من النوم، هذا يعطيك خبر على انه اكو malignant hypertension and increase intracranial pressure. Target organ damage أهمها ثلاثة، أولا البرين مثل ما قلنا بابلوديما، ممكن يصير انكفال opathy disturbed level of consciousness of vomiting، أو ممكن يصير TIA أو يصير CVA، هذا البرين. أما الثاني فهو الرينال، فيصير إما بسيط فقط بروتين يوريا، وإذا صار أشد يصير decrease بالرينال function، يصير chronic renal insufficiency وممكن يتحول إلى chronic renal failure. الثالث هو الهارت، الهارت بداية يصير LVH heaving apical impulse LVH voltage criteria LVH left border بالchest x-ray تكون bounding محدب، هذا كله evidence of LVH، ويتحول من LVH إلى heart failure، heart failure من نوع diastolic heart failure مالت LVH، خصوصا بالmiddle aged female. اكو organ رابع ايضا يصير target organ اللي هو الاي، يصير عندك hypertensive retinopathy ويصير مرات بهيمرج ومرات يصير total blindness بسبب intraocular bleeding. investigations مكتوبة بالمحاضرة، ما يحتاج لها فد شيء. الدراج سيلكشن انت عندك اربع فاميليز، بيتا بلوكر، كالسيوم بلوكر، دايرتيك، ان اي سي انهبيترز هي والعرب. فالسيلكشن ما تعتمد الا على اكو تارجت اورجان دامج، اكو اسوشييتد ديزيز، ذني الثنين، وثالثا الدرج الايج. فثلاث اسئله تسالهن نفسك للمريض حتى تعرف السلكشن مالت الانتي هايبرتنسيف. عندك الايج والاسوشييتد ديزيز والتارجت اورجان دامج، ذني كل واحده بيهن تفصيل موجود داخل المحاضره واضح. emergency قلنا انه يسمون هذا malignant hypertension، او مرات يسمونه accelerated hypertension ما يفرق، كله هو تعطي
انجكشن لابتولول او نايتروبروسايد، ما موجود نايتروبروسايد، نايتروجليسرين ويا بيتا بلوكر، لان النيتروجليسرين يسوي تاكي كارديا، فتعطي ايضا ويا ميتوبرولول. اما اذا كانت بريجننسي ريليتد، فالمحاضره موجوده بها انديكيشنز وبها كونترا انديكيشنز، بها بري اكلامسيا وبها اكلامسيا، ايضا موجوده عندكم محاضره بال ايش يسمونه بالجايني. ولكن مهم الدايريتكس لازكس از كونترا انديكيتد، والاي سي انهبيتر كونترا انديكيتد، الميثيل دوبا هو الانديكيشن الصحيح اذا موجود خير، واذا ما موجود وانس توايس توايس اكثر شيء يعطون ثرايس 3 مرات، وايضا يعطون نايفيدبين بس كميه قليله ما يستخدموها واي. و دراج آخر ثايازايد يستخدمونه قليل، بس اللازكس ما يستخدمه. ثايازايد ما يفيدك بالإمرجنسي. مغنيسيوم انجكشن، سولت انجكشن يستخدمونه to prevent eclampsia convulsion. خلصت المحاضرة الهايبرتنشن، الصراحة نروح إلى محاضرة ثانية اللي هي الكاردومايوباثي. كاردومايوباثي، أكو سؤال على الهايبرتنشن؟ أوكي. كاردومايوباثي نعرف هو بطريقة واحدة فقط، الطريقة هي باي اكسكلوجن. دكتور ممكن سؤال؟ إيه نعم وياكم. دكتور شنو يقصد بريفراكتوري هايبرتنشن؟ refractory hypertension هذا تعطيه medications هو اساس الهايبرتنشن والسيفير وانكنترولد، وتعطيه انتي هايبرتنسيف الثري ايتمز وما يتحسن نو ريسبونس، هذا اللي سميته ثانيا الكرونيك هايبرتنشن مالت الامرجنسي، انه ما انه مالجننت او ريفراكتوري، بس يكون سيفير هم يكون 100 و 180 سيستوليك، يعني not responsive ما ينزل. سؤال آخر. أوكي نروح للكارديومايوباثي. الكارديومايوباثي الدياغنوسيس مالته يكون by exclusion، بحيث تسوي exclusion للفالفولار هارت ديزيز و exclusion لل يسمون هذا الثاني الهايبرتنشن. فإذا عرفت كارديومايوباثي شلون يصير عندك الشك؟ يصير عندك الشك أنه أكو عندك LVH بس unexplained. الexplanation مات ال LVH إما hypertension أو aortic stenosis. إذا ما لقيتين اثنينات تروح لل الهوكم اللي هو idiopathic. هذا من ناحية ال LVH من ناحية الهوكم. أما النوع الثاني من الكارديومايوباثي هو DCM dilated cardiomyopathy، هذا أيضا يسوي exclusion، يكون ما عندك valvular heart disease ويكون ما عندك post MI heart failure، فتروح إلى DCM. وأيضا تسوي exclusion لل nutritional heart disease، ذول ال alcoholics أو ال elderly أو ال children أو هذول الثلاسيميك بيشنس ياخذون بلاد ترانسفيوجن هواي، هذول كلهم يصير عندهم دايليتد هارت فيلر، الكوز مالتهم واضح، بس اكو اذا سويت اكسكلوجن اذا كلهم ماكو، فتروح الى الدي سي ام. والدي سي ام الاتيولوجيز مالته سب جروبس معروفه موجوده بالمحاضره، الكهوليك بيري بارتم و افتر certain chemotherapies. من بعد ما سويت الدياغنوسيس تروح للتريتمنت، والتريتمنت مالته هي usual anti failure، usual anti failure. اكو انتيتي اخر للكاردومايوباثي يسموها restrictive constrictive،
ما تفيدكم، very rare، ما موجودات. management of heart failure تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إذا كان acute heart failure، والقسم الثاني إذا كان chronic heart failure. acute heart failure يجيكم هواي بالطوارئ، ينقسم نوعيتين، systolic heart failure و diastolic heart failure. diastolic heart failure معناه عنده LVH، يعني تلقى الابيكال امبلس هيفنج بسبب الهايبرتنشن والاي اس والهوكم اللي قلناه قبل شوي. اما اذا كان النوع الثاني اللي هو السيستوليك، فهذا دايليتد هارت، دايليتد الالفي، هذا تعرفه من قانون الدي دي دي، ديفيوز ديفييتد دايليتد، اللي تاخذونه او اللي اخذتوه كلينيكال. اثنيناتهم هو يسوي لك بالمونري اديما باي لاترال بيسال كريبتيشنز اورثوبنيك بي ام دي اوكسجين كذا، فاذني الاكيوت. مرات اذا تريد تثبت تسوي تشيس اكس راي، تلقى الفايندينجز مالت تشيس بالمونري اديما باي لاترال هايلر شادو او الفيولر شادو، بس تتأكد أنه ما عندك نيومونيا وكورونا، لأنه أيضا تشبه البلمونر عديمة شدو، وتفريق مالتها عن طريق الفيفر، يكون ماكو فيفر. النوع الثاني من هارت فيلر هي كرونيك هارت فيلر، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول دايستوليك، أيضا نفس الطريقة. النوع الثاني سيستوليك، نفس الطريقة دايليتد. النوع الثالث أكيوت أو كرونيك. acute on chronic يعني decompensated، هاي أسبابها معروفة موجودة بالمحاضرة. المانجمنت مالت الأكيوت heart failure اللي هي pulmonary edema، إذا كانت dilated يعني systolic، فهي التريتمنت مالتها احنا لما كنا طلاب نسميها دولما ديجوكسين أوكسجين لازكس مورفين أماينوفيلين. هسه الأماينوفيلين ماكو، المورفين ما يطو، لازكس موجود، الأكسجين موجود، ديجوكسين ما يطو، يطو كابوتين بداله، ومرات نيتروغليسرين، بس النيتروغليسرين مشكلته انفيوجن، ينزل البلد بريشر، يصعد الكاردك أوتبوت شوية نعم، ولكن يسوي تاكيكارديا، مو زين على الهارت فيلر تاكيكارديا. إذا كان دايستوليك تعطي بيتا بلوكر حتى تزود دايستوليك انترفال فيرتاح. إذا كان مشوك المريض بالمونري اديما ومشوك، لازم تعطي دوبيتامين. دوبيتامين ينزل شوية الضغط ما يخالف، بس يصعد الكاردك أوتبوت. وإذا مشوك ونزل الضغط كلش، وتعطي ويا دوبامين. دوبامين يصعد الضغط أكثر من دوبيتامين. طبعا الميديكيشن، الامور الاخرى للتريتمنت هي كنترول الكوز، تريت ذا كوز، وديكريز السولت، وديكريز الفلويد انتيك، والدايريتكس هي بالدرجه الاولى. خلصت المانجمنت اوف هارت فيلر، خلص الهارت فيلر يعني قصدي الكارديومايوباثي. و investigations ما بيها فد شيء investigations، بس renal function test تحتاجها، خصوصا إذا كان elderly، خصوصا إذا يأخذ كابوتين، وخصوصا إذا يأخذ لازكس combination with it، لأنه هذا يسوي renal impairment وبلد يوريا ترتفع، فتضطر أنه توقف الشي يسمونه الـ هذا العرب AC inhibitor. فلازم نسوي رينو فانكشن تيست كل شهر كل شهرين حسب هذا، وتشوف البوتاسيوم، لانه البوتاسيوم خصوصا الالدرلي وثين بودي هابيتس، خصوصا اللي ياخذون ديجوكسين، مرات كومبايند وذ الدوستيرون انتاغونست السبيرولاكتون، فيرفع البوتاسيوم خصوصا اذا كان الالدرلي ويا رينو فانكشن تيست اب نورمال. ذني المهمات.
نروح إلى موضوع آخر اللي هو valvular heart disease. valvular heart disease أكو سؤال بالheart failure والcardiomyopathy والمانجمنت مال pulmonary edema. نروح على الفالفولار هارت ديزيز. الفالفولار هارت ديزيز هو اما ستينوسيس او ريجرجيتيشن او كومبايند، يعني نفس الفالف يصير كومبايند ستينوتيك ام ريجرجيتنت. السيمتومز مالت الريجرجيتيشن اخطر من السيمتومز مالت الستينوسيس. symptoms مالت الريجرجيتيشن تسوي chamber dilatation اللي قلناها قبل شويه الدي دي دي، وايضا تسوي اي اف خصوصا الام ار. الستينوسيس تسوي الام اس تسوي اي اف، ولكن الاي اس تسوي ال في اتش signs of LVH اللي هي بينك اللي حكيناها من قبل شوي، والاي سي جي والتشيس اكس راي، والانترفنتيكولار سبتوم يكون 13 مليمتر بالايكو او اكثر. الترايكسبيد ريجرجيتيشن دائما يكون سكندري، قليلا ما يكون برايمري. البي اس دائما يكون كونجنيتال، وإذا سويت عملية التوف سيرجري بعد شوي راح نجيها، فراح يتحول من البي اس إلى بي ار، فلازم تسوي فولو اب للبي ار الاستيميشن مالته سيفيريتي. معظم الأحيان يكون ستيبل. الفالفولر من ناحية الإتيولوجي هذا يعتمد حسب العمر، إذا هو child فأكيد congenital، إذا young فهذا ممكن يكون bicuspid valve خصوصا الأيورتيك valve، أو يكون إذا كان middle age فتفكر بالروماتيك، وإذا كان elderly تفكر بالdegenerative خصوصا للأيورتيك stenosis، أو إذا كان عنده associated diseases مثل chronic renal failure فهذا يصير calcified aortic stenosis أكثر، ويصير أيضا MR أو MS بسبب mitral valve ring calcification. calcification من ضمن complication مال chronic renal failure، فيصير calcifications على الفالفات أو على الرنجات فيسوي ستينوسيس أو يسوي ريجرجيتيشن خصوصا للمايترال. الفالفولار هارت ديزيز أكثر شيء هو كلينيكال، شلون تقدر تميز عن طريق المرمر، وهذا كله ماخذينه بالكلينيكال. التريتمنت حسب الديزيزز. المهم للمايترال فالفولوبلاستي اللي هو انويا بالون كاثيتر، هذا بسبيشال انديكيشنز موجوده بالمحاضره. اذا ما موجوده فما تقدر تستخدم البالون انترفينشن، وانما تستخدم الطريقه الثانيه اللي هي اوبن هارت سيرجري بروستاتيك ميتال فالف. اهم فايندينج بالانويا انه يكون نوت كالسيفايد، ويكون نوت اسوشيتد وذ مودريت او سيفير ام ار. المعلومة الأخرى أنه أي aortic valve disease لازم تفكر به ويا rheumatic heart disease للmiddle aged أو لليونج من باب rheumatic in origin. هاي الفالفولر، إذا أكو سؤال على الفالفولر. أوكي، نروح للcongenital. congenital heart disease تنقسم إلى ثلاثة أقسام: shunting و valvular و great vessel disease، وأيضا تقسم إلى قسمين: cyanotic
ونان سيانوتيك. السيانوسيس بالكونجنتال هارت ديزيز الديفرنشال مالته حسب الايج، فاذا كان يونغ قصدي اذا كان سينس بيرث فهذا تي جي اي ترانسبوزيشن، واذا كان بالست اشهر الاولى او بعد الست اشهر الاولى او بعد السنه فهذا توف، واذا تترولوجي يعني، واذا كان بالادلسنس او بالعده سنوات 10 سنوات كذا 12 سنه 15 سنه وبدا الساينوسس فهذا ايزنمنجر سيندروم اللي هو بالمونري هايبرتنشن. من ضمن المعلومات اللي نسيتن بالفالفولار هارت ديزيز انه اي كرونيك ليفت سايدد فالفولار هارت ديزيز اذا كان سيفير، وحده من الساينز اوف سيفيريتي اللي تسوي لك انديكيشن اوف سيرجري فور ريبليسمنت انه وجود البلمونري هايبرتنشن، فيصير سكندري بلمونري هايبرتنشن. ارجع على الكونجنيتال وخلصنا الساينوتيك. الشنتينج هي الـ VSD والـ ASD والـ PDA، والـ Great Vessel تشمل الـ TGA والـ TOF والـ Coarctation، والـ يسمون هذا الثالث الـ Valvular يشمل الـ PS والـ AS. الـ PS والـ AS Indication مالت Valvuloplasty Balloon Intervention، بالشرط تكون ما عندك توف، لأن توف ما تقدر تسوي له بالون وإنما لازم تسوي له سيرجري. من ناحية الـ ASD، الـ ASD ثلاثة أنواع: primum وsecundum وsinus venosus. secundum for occluder، primum وprimum وsinus venosus for surgery. حتى تميز الـ PS عن الـ ASD، PS عن الـ ASD اثنيناتهم عندهم systolic murmur of pulmonary stenosis بالpulmonary region systolic، ولكن تمييزك بيناتهم أنه الـ ASD زائد الـ murmur هذا موجود at the fixed splitting of ST. توف موجودة، التريتمنت مالته هو بالسيرجري، ودير بالك من البي آر مثل ما اتفقنا قبل شوية. تي جي اي ما يسووا بالعراق إلا يودوا للخارج عن طريق وزارة الصحة. الفالفولار هارت ديزيز أعتقد الباقيات كلهن موجودات بالمحاضرة وكلهن واضحات. أكو سؤال على الفالفولر على الكونجنيتال؟ أوكي، نروح إلى المحاضرة اللي وراها اللي هي إندوكارديتس. إندوكارديتس انقسم قسمين: أكيوت إندوكارديتس وهو رير، وهذا يأتي من بعد البوست أوبراتيف، تفتح الأوبن هارت سيرجري تريد تبدل الصمامات بدلتها، ولكنه خلال الشهر الأول صار عنده فيفر prolonged unremitting ما يتحسن على therapy antibiotic، فهذا يسمونه acute endocarditis. تفكر به، هذا يأخذ الميكرو أورجانيزم من الكومنسلز الموجودة على السكن أثناء العملية ويتلوث بها الفالف وحوالي الفالف تيشوز حوالي الفالف. النوع الثاني اللي هو المور كومن وستيل ات از نوت كومن بس مور كومن ذان اكيوت اندوكارديتس هي الاس بي اي سب اكيوت باكتيريال اندوكارديتس. هذا حتى تشك بي حتى الشك بالسب اكيوت باكتيريال اندوكارديتس لازم عندك شروط. الشرط الاول لازم هو اساسا عند ستراكشرال هارت ديزيز اللي هو إما congenital أو valvular، وثانياً لازم يكون عنده fever و prolonged fever، هاي تكون prolonged course يعني أسابيع و no response to empiric antibiotics. هذا يخليك في شك،
والفكرة الصفة الثالثة أنه ما عندك focus of infection واضح لهذا البرولونج فيفر، يعني ما عنده نيومونيا، ما عنده يو تي اي اي نفراتس قصدي، ما عنده انتريك فيفر، ما عنده كرونيك تونسيلايتيس، ما عنده فوكس واضح للانفكشن مننجايتس، حتى تقول انه لا هذه بي يو او بايركسي اوف انون ايتيولوجي. فهذني الصفات الثلاثه هذه كلها شكل حتى تحولها الى يقين، فلازم اما تسوي بلاد كلتشر بصفات معينه، مالتيبل كلتشرز، مالتيبل سايتس، ومالتيبل تايمينج، ومالتيبل سيتس، يعني ايروبيك وان ايروبيك، هاي موجوده بالمحاضره. زائدا انه تسوي الايكو حتى تشوف الفيجيتيشن على الفالف او على الشنط مالت الكونجنتال هارت ديزيز من جهه اللو فلو، مو من جهه الهاي فلو. فيجيتيشنز هي ماس الريجولر موبايل نون هوموجينس، نون هوموجينس، اسود وابيض، ابيض واسود، مو كله اسود. فهذه فيجيتيشن. فيجيتيشن مشكلتها فائدتها انه تعطيك دايجنوسز مال اس بي، ولكن مشكلتها انه اذا كانت كبيره ممكن يصير بها امبولايزيشن، ومرات تحتاج انديكيشن اوف سيرجري، ما تطلع الا اذا كان السيرجري. والمشكله الثانيه انه تحتاج برولونج كورس اوف انتبايوتيك وهاي دوز 24 hours، يعني انفيوجن في سبيل حتى توصل الانتبايوتيك كونسنتريشن الى هذا التيشيو اللي هو بلدلس، بلدلس ما بي بلد. فهاي مشكلته انه ما دام ماكو بلد فمعناه ماكو مايكرو ايش يسمونه، ما يجي انتبايوتيك، الانتبايوتيك يجي عن طريق البلد. فهاي مشكله الفيجيتيشن. بالكت لما تكبرون تحاولون توصلون الانتبايوتيك الى هاي الفيجيتيشن بدون طريقه البلد. الكورس والتايب مالت المايكرو اورجانيزم موجوده بالمحاضره هي، والبروفيلاكسز اذا يريد واحد يشلع سنونه، بس اذا كان جاينيكولوجيكال او جي اي انترفنشنز او سيرجري فهذا ما يحتاج بروفيلاكسز لانه لو ريسك. الهاي ريسك هو الجينيتو يورينري وال يعني البوليه وايش يسمون هذا والدنتر. الساينز اوف اندوكاردايتس اس بي اي تنقسم قسمين، القسم الاول بريكورديال ساينز، تسمع مرمر جديد، هذا انديكيت ديفينيت ايش يسمونه بروف، بالاضافه الى الفيجيتيشن قلناها بالدوبلر. اما النوع الثاني من الساينز فهي البريفرال ساينز. البريفرال ساينز تنقسم الى قسمين، القسم الاول بالهاند والقسم الثاني بالاي، يعني بالميوكوزا، كانت بالاي او بالاورال ميوكوزا. الايز والاورال ميوكوزا تلقى كونجكت، تلقى باتيكي، تلقى بها هامرج روث سبوت بالاي، وتلقى بالهاند سبلينتر هامرج واوزلر نود وجين واي نود، هذا تلقى بالنت وتشوف الصور مالته. هذا ايضا يعطيك فكره على انه اكو اندوكاردايتس من نوع الامبولايزيشن او من نوع الاميونولوجيكال رياكشن. انفستيجيشنز ما تحتاج، جنرال يورين ار بي سيز او بروتين يوريا ما راح يفيدك هواي. الانفستيجيشن الحقيقيه هو بلاد كلتشر. مشكله البلاد كلتشر انه ياخذ، هو ماخذ انتبايوتكس قبل ما يجيك
وفرفر عدة أطباء وعدة عيادات وعدة كورسز أوف أنتيبايوتكس، وبعدين يجيك تعال سوي بلود كلتشر، فيخربط البيكتشر. أكو نوع خاص من الـ SBE، هي SBE أو أكو منها acute endocarditis للدرج IV drug abuser، هذول المدمنين على الأوبر هيروين وجماعتها. هذا يصير عند multiple vegetations، يصير عند TR، ويصير عند pulmonary infiltrate، multiple pulmonary infiltrate يسمونه multiple pulmonary septic thrombi أو emboli septic shadows. هذا كله بسبب الفينوس انفكشن عن طريق الاي في دراج ابيوزر، فيضرب الترايكسبت. انا خلصت الاندوكاردايتس، اذا اكو سؤال. هسه نروح للاي سي جي. الاي سي جي الاناليسز مالته هي كلها بالمحاضرة على شكل معادلات، بس بالبداية لازم تعرف ست نقاط أو خمس نقاط. أول شيء الريت والرذم ووجود البي ويف، وبعد ذلك تشوف الكيو ار اس از وايد أو نارو، وبعد ذلك تشوف البي ويفز والاسوشيشنز وذ ار ويف، عدد البي ويف نفس عدد الار، يو الار اكثر من البي، يو البي اكثر من الار، يو مساوين، وعلى اساسه راح تشتغل بالمعادلات. حوالي احنا كتبنا بالمحاضره 12 معادله كلها عن طريق ذني الخمس اسئله اللي سالناها. واخر سؤال انه اكو اي في association او dissociation، اكو اي في association او اي في dissociation عن طريق ال بي ار، is it constant or variable. فذن الست نقاط على اساس الكلينيكال سيناريوز موجوده للتكي اريثميز او للبرادي اريثميز. فهذا الـ ECG ما بيفيد شيء معين، بس تحفظ الذن الستة تعرف الباقيات. Cardiovascular emergencies، emergencies أهم شيء هي الشوك، أهم شيء الشوك. الشوك بيها أنه لازم تعرف شنو signs of shock، بعد ذلك تعرف classification of shock، يعني مو بس كارديوجينيك، لازم كارديوجينيك وجماعته، كارديوجينيك اوبستركتيف، قول وياي هايبوفوليميك، سبتيك انافيلاكتيك. الهايبوفوليميك هي يعني الهيموراجيك او ووتر لوس، الووتر لوس اكثر شيء تكون ويا الكوليرا. البليدنج اما اكسترنال وهو واضح، أو يكون internal intra-abdominal، intra-abdominal أكثر شيء، فيكون tense abdomen، tense و rigid و rebound tenderness، وطبعا with signs of shock. وهي تلقاها بال blunt trauma بالسيارات، حوادث السيارات أو حوادث fall from height، وكل هاي حوادث شرطة تلقوها بالطوارئ، قضايا الشرطة. أو gynecological emergencies ذني الاكتوبيك pregnancy. أما إذا cardiogenic shock فتشمل الماسيف extensive MI يسوي cardiogenic shock، cardiac tamponade، acute severe valvular disease اللي هو الMR أو الAR يسوي shock إذا كان acute و severe.
pulmonary embolism من massive pulmonary embolism من باب الأوبستركتيف. الأنافلاكتيك والكذا ذني تلقوه محاضرات ال ايش يسمونه سيرجري. فكل واحدة إلها حاطها بالمحاضرة بها التريتمنت، وعلى أساسه مثل ما قلنا إذا كان pulmonary embolism تعطي أكتيليز خلال 14 يوم، بس بشرط تكون عنده evidence of pulmonary hyper evidence of TR زائدا evidence of elevated JVP زائدا evidence of shock مثل ما قلنا قبل شوي. مشكلة البولمونري امبوليزم ولما تريد تعطي اكتيليز انه كونترا انديكيتد اذا كان يسمونه بوست اوبراتيف، وهم كومنلي يصيرون بوست اوبراتيف خصوصا اهل الهيب او الني ريبليسمنت، هذول اهل الاورثوبيدكس. فلذلك تعتمد اكثر شيء على الهيبارين او على البروفيلاكسس قبل ما تبدي بهم طريقة خاصة، يلفلفون رجلهم بالباندج اثنيناتهم حتى to prevent venous stasis. هذه الكارديوفاسكولار emergencies. VT طبعا من ضمن الكارديوجينيك هي VT. VT دائما الأسئلة اللي تكون وكانت كلينيكال أو بالثيوري أنه حتى تعرف VT لازم يكون البلس is pulseless no pulse زائدا no breathing زائدا unconscious زائدا no heart sound، يعني ميت. بس الدي سي المونيتر يقرأ أنه monomorphic أو polymorphic VT اللي هو tachycardia و rapid و wide QRS و no P wave السيناريو اللي قلناه قبل شوي. 6 نقاط. هذا التريتمنت مالته دي سي مباشرة، ودوز دقمة السينكرونيزيشن وتخلي الماكسيمال انرجي الجول مالته 270 لل بايفازيك دي سي ماشين. تمبونيت لازم اسبيريشن، لازم تلقى عنده بلسس بارادوكسس وليفيتد جي في بي وارثوبنيا. 3 صفات زائدا الصفه الاساسيه انه الهارت ساوند از ابسنت. تلقاه هو تمبونيت اكثر شيء عند البوست اوبراتيف اوبن هارت سيرجري، ثاني يوم ثالث يوم يشوك صار تمبونيت صار بليدنج، وبعد ما يطلع اسبيريشن عن طريق الشست تيوب ما يطلع مسدود. وهذا ما تسوي له اسبيريشن وانما تفتح صدره مره ثانيه وتسوي مانوال ايفاكويشن، او يجيك تامبونيت يجيك من البيت تامبونيت، او يجيك من ال ايش يسمونه ذول دياليسز ايضا يصير عندهم تامبونيت، خصوصا لما ياخذون وارفارين هيبارين يصير اوزنج اساسا عنده بريكارديتس، فيصير أوزينج يتحول إلى بلادي بريكارد ريفيوجن ويصير تامبونيت، أو عنده مالجنسي وصار ميتاستز البريكارديوم فيصير تامبونيت. كل هنا ذني أسبريشن بالشرط أنه تأكد أنه ما ماخذ وارفارين، لأن وارفارين is contraindicating البريكارديوسنتيزز لأنه still أوزينج فما يفيد. complete heart block تعطي trial of atropine إذا فات خير، وإذا ما فات لازم temporary pacemaker وتشوف الأمور. هذه المعلومات لل cardiovascular emergencies. إذا أكو سؤال من ضمن الشوك مال كارديوجينيك شوك من ضمنها أسبابها غير الفيتي اللي قلناها عليها.
والبرادي ارثميز اللي هي كومبليت هارت بلوك اللي حكينا قبل شوي، اكو كومبليكيشن مالت انفيرر اماي يسموه ار في انفاكشن. ار في انفاكشن هذا هم يشوك المريض، هم يشوك، فهذا تعرفه عن طريق انه يجيك اكيوت انفيرر اماي زائدا شوك زائدا الفيتد جي في بي زائدا الفيتد جي في بي زائدا بوزيتيف ار في 4 ار ليت يسمونه في 4 ار، يعني بجهه الرايت سايد في 4 بالليفت سايد، تقول له لا اريده بالرايت سايد، فلقيت اذا لقيت اس تي اليفيشن هناك المفروض ما يصير اس تي اليفيشن هناك، هناك ماكو فد مايوكاردوم حتى يصير عليه اس اليفيشن، لكن اذا لقيت اس اليفيشن فمعناها هذا ار في انفكشن. هذا التريتمنت مالته اي في فلويد راسا تطي تو سبورتيف ميجر نورمال سلاين، طبعا جلوكوز سلاين ما يفيد لازم نورمال، وبعد ذلك راسا تسوي انترفينشن حتى تفتح الرايت كورونر ارتري، ولكن كل مريض شوك الريزلت مالت البي سي اي مالته اقل من النون شوكت بيشنت، يعني المورتاليتي تكون عالية. اكو سؤال للكارديوفاسكولار ايمرجنسيز، طبعا الام اي، الام اي الاكيوت ام اي يعني قصدي على الاس تي ام اي، هذا تعرفون التايم ويندو اللي هو 4 ساعات، ولدنا حتى الى 12 ساعه، انا افضل 4 ساعات ولكنه ممكن توديها 12 ساعه اكثر، طولها 12 ساعه اذا كان still there is a chest pain especially يكون ischemic chest pain، وثانيا او عنده heart failure او انه عنده in shock state، فاذا عنده shock state تقدر تطولها ل 12 ساعه او 24 ساعه بس بشرط هو الشوك بيشنت مشكلته المورتاليتي عاليه، ومشكله الهارت فيلر هو عنده هارت فيلر انه صعب تشتغل له، هو اورثوبنيك ودسنيك واكسجين هوس يصير. اوكي نروح للكاث انجيوغرافي، كاث انجيوغرافي واضحه المحاضره، بها انواع البالونز، بها انواع الستنس، بها انواع الكاثيترز، بها انواع البي سي اي، بها انواع الانجيو غير الكورونريز يعني رينال سيربرال البيرفرال الكونجنيتال الفالفولار، ذني كلها انترفيشن خارجه عن الكورونري. ايضا موجوده بالمحاضره البريبريشن وفائدتك واهميتك كطبيب بالسي سي يو قبل العملية، قبل الكاف، أثناء الكاف، وبعد الكاف، هذني ثلاث ستيجات مهمة أهميتك للمريض. وشوية محاكين بالمحاضرة على شو تسوي وش تدخل وش توخر وش تحط، وستيجات مالت شو يسمونه الكاث أو مالت البي سي آي، وشوية أيضا حاكين على الكومبليكيشنز مالت الكاث أثناء أثناء الانجيو، كان البي سي آي أو كان الدياغنوستيك، شرح بسيط ومهم. حاولوا إذا كان عندكم مجال تدخلون على النت تشوفون البريكارديو سنتيسيس، تشوفون الكاث، تشوفون أنواع الإسيجيات بالتكي أرذمية والبرادي أرذمية، هذه هنا بين المهمات. ما أكفت شيء يعني غير واضح هذا المهم. أيضا preparation أن يكون يأخذ الأنتي كوغلنت قانون 2-2-2-1 يعني 7 حبايات قبل ما نبدي له بالهذا، وأثناء الانترفينشن لازم إحنا under control أو under control of heparin، لازم heparin لأن إحنا راح ندخل بقايد واير وهذا كله foreign body.
يعني thrombogenic. Complications أثناء الـ PCI أو الكاث أهمهن هي الـ VT، فتطلع من الكاثيتر وتسوي DC اعتيادي حسب الأصول. مرات تصير complete heart block أو sinus bradycardia بسبب الداي، فهذا تقول له قح. وإذا فات خير، وإذا ما فات أتروبين. مرات تصير رايجر، complications هاي بسيطات، كورتيكوستيرويد أو ألرمين يعني هيدروكورتيزون. مرات يصير سيفير هارت، يصير سيفير هايبرتنشن أثناء ال إيش يسمونه هذا الكاث أو قبل ما ندخل لقينا هايبرتنسيف بسبب الانكزايتي، فهذا نعطي ترايدل نيتروجليسرين انفيوجن انترا ارتريال. أما إذا كان صار عنده دايسكشن، إذا كان ميجر نوقف كل شيء ونعطي أنتيدوت للهيبارين، وإذا كان مايلد ما نحتاج، فقط أوبزرفيشن والإيكو يمنا حتى نشوف أكو بريكارديال أكيوميليشن ونشوف الفايتال ساينز. بس أهم شيء أبورت، أبورت يعني توقف كل شيء. أنجينا أثناء هذا PCI ممكن بس انجسيد نطي، او اذا سوير نطي ترايدل انترا ارتريال مثل الهايبرتنشن. اذا صار عنده هايبوتنشن لازم تعرف الكوز مالته، غير البرادي ارذمي في تي قلناها، complete heart block قلناها، complications باقيات تكون غير وذات أهمية. أنا خلصت، إذا عندكم سؤال تسألوني أنا حاضر. السلام عليكم دكتور. السلام دكتور، تفضلوا. بس مرخصتي كانت تأخرت بالحضور أول 10 دقائق، بس إذا تقدر تعيد الكوزز مال الدايليتد كارديومايوباثي والألفيات. أوكي. دايليتد كارديومايوباثي إما يكون الكهوليك وبريبارتم أو certain chemotherapies، ذول اللي يأخذون CI breast malignant patients يأخذون chemotherapy، adriamycin هذا IV infusion، هذا يكون cytotoxic للمايوسيل للمايوسايتس، ف follow up بين فترة وفترة سوي له إيكو سيريال سيريالي حتى تتأكد معه. أما للـ LVH فأسبابه إما aortic stenosis أو severe uncontrolled systemic hypertension أو by exclusion الهوكم hypertrophic cardiomyopathy. من أسباب الـ dilated LV غير الـ adriamycin اللي قلناها والperipartum أنه chronic severe valvular heart disease اللي هم اثنين، إما MR أو IR لازم يكون regurgitant حتى يسوي LV dilatation. وذني واضحات عن طريق المضمر. هاي سؤال آخر شباب. تمام، شكرا دكتور. حياتي. أكو سؤال آخر؟ أوكي، موافقين براحتكم. دكتور. أي نعم وجدان. دكتور الباس ميكر ليش احنا نستخدم الارتري البعيد عن الهارت؟ يعني ليش ما نستخدم مثلا السب كلافيكال او الكلاري ارتري عن قريب عن الهارت؟ البيس ميكر نقدر نستخدم ال جوجلر فين، مو ارتري، جوجلر فين بالليفت سايد نقدر، وهذا اسهل لنا واسهل للمريض. بس الطريقه القديمه كنا نستخدم الفومورال فين رايت سايد. بس مرات اذا هو تعبان وارتبل ما نقدر نستخدم الشتف جيجلر فين، لان جيجلر فين يريد بوستر مرتاح والمريض مرتاح وما يتحرك. بالرجل لا، بها مجال. هاي الفكره فقط، ولكن الافضل هو فعلا الجيجلر فين اضبط واسهل واريح
للمريض وللستاف. سؤال آخر؟ دكتور بعد سؤال إذا ممكن. نعم نعم دكتور شنو تفرق الباس ميكر عن الانجيوغرافيك؟ يعني هي نفس الباس ميكر نفس الميكانيزم أصلا؟ هو انترفنشن، وكاردك انترفنشن، اتشالت الكاف، كان بي سي اي، وكان بيس ميكر، كله انترفنشن، بس فرقه انه ذاك ارتريال هذا فينوس، بيس ميكر انه ندخل للانفيرا فينا كافا، ندخل بالسوبر بالجوجلر فين رايت ليفت سايد فين، حتى نروح للرايت سايدد ار في، وبعدين ترايكاسبيد بعدين الار في، نريد نروح للار في، الار في حتى ندخل عن طريق الفين. اما اذا نريد نسوي كورونر انترفيشن بي سي اي وكاث، فاحنا نريد نروح للكورونر سيركيليشن، كورونر سيركيليشن نروح عن طريق الايورتا، الايورتا اذا ارتريال، فكل واحد ودربه. وياي؟ نعم دكتور ماشي. شكرا سؤال جزيلا اخر تفضل دكتور، بس اذا سمحت سؤال عندي بعد. وياكم. دكتور شلون نسوي اكسكلوجن بين الال في اتش والهوكم؟ مو قلنا الهوكم هو diagnosis of exclusion، انه اشوف مريض عنده هذا sign of LVH بس ما مفسر. LVH اللي هو heaving اللي حكيناه بالمحاضره، او sustained apical impulse by palpation، او voltage criteria بالاي سي جي، او بالتشيس اكس راي يكون محدد بالليفت بوردر، او بالايكو قلناها قبل شويه الانترفيرتيكولار سبتوم ثيكنس مالته 13 مليم او اكثر، كل هذا بس ماكو في السبب واضح. السبب الواضح اما سيفير هايبرتنشن ان كنترول لعده سنوات ما ياخذ ميديكيشنز، لا دكتور ما عندي هايبرتنشن، تشا عندك اي اس وكرونيك وسيفير، لا دكتور لا عندي فالف، لا عندي مرمار زين اني، تشا اذا انت هوكم، والهوكم هذا هو هذا الاكسكلوجن يكون اكثر شيء فاميليار. يعني دكتور اذا ماكو، يعني اذا ايديوباثيك نقول هاي هايبرتروفيك كارديوميوباثي. تمام تمام شكرا دكتور. حياتي. اكو سؤال اخر اخوتي؟ اكو سؤال شباب؟ اوكي موفقين، راحتكم.